السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى باذن الله هنعمل مع بعض الشيبسي في الخلاط بطريقه سهله جدا وبسيطه وحلوه جدا، ان شاء الله تعجبكم قوي. طول عمرنا كنا بناكل الشيبسي غلط، الطريقه دي هتعجبكم قوي قوي وهتكون كمان جميله جدا وهتوفر عليكم كتير قوي. حط لايك للفيديو لو عجبك وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك مني كل الاشعارات، وطبعا ما ننساش نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف مع بعض وصفتنا هنعملها ازاي. طبعا اول حاجة عندي بعملها هي اني باخد معايا الشيبس بالشكل ده، بسم الله، وبحط كده الشيبس بتاعي في الخلاط زي ما انتم شايفين كده. بصراحة الطريقة دي حلوة جدا للشيبسي، بتوفر عليك كتير قوي وبتوفر لك كمان فلوس كتيرة. طبعا انا شلت منه شوية عشان بس ما يبقاش حادق معايا قوي. طيب انا عندي دلوقتي التوابل والبهارات بتاعه الشيبسي، انا حابه استخدمها في حاجه تانية وتديني طعم حلو جدا زي ما انتم شايفين كده. هنعمل ايه بقى؟ بجيب معايا، بسم الله الرحمن الرحيم، حبه او اتنين من البيض بالشكل ده. يعني انا شايفه اني هاخد واحده كفايه. طبعا البيض بقى غالي جدا، انت بقى عايزه تزودي كميه البيض وتضعفيه وفي نفس الوقت تكوني يعني التوابل والبهارات بتاعته طعمها حلو، وتكوني عاملاه بطريقه حلوه كده وجميله وتعجب ضيوفك وتعجب ولادك. هنعمل ايه؟ هنجيب واحد شيبسي، البيضه الواحده يا جماعه ب2 جنيه، هنجيب واحد شيبسي ب3 جنيه. انا ما استخدمتش كله اهو، يعني انا مستخدمه ايه، يجي واحد مثلا بجنيه ولا حاجه، هو اللي هتستخدميه هو اللي هيكفي معاكي الوصفه دي وهيديكي النتيجه اللي انت عايزاها. حطيت معايا هنا البيض، حطيت بيضايه واحده، هضيف عليها حوالي معلقتين كده من معلقه بالظبط من الدقيق الابيض، بسم الله الرحمن الرحيم، وننقلها معانا بالشكل ده. الوصفه دي روعه جدا، ما بتاخدش معاكي يعني مقادير كتير بس بتديكي كميه كبيره جدا وبيكون طعمها حلو قوي. حطيت معايا معلقه الدقيق او الطحين، بعد كده بزود بقى كوبايه من الحليب او خليها نص كوبايه من الحليب بحيث ان هي تختلط معايا بس كويس جدا. دلوقتي بقى هاخد معايا شوية الحليب بالشكل ده واضربهم بقى معايا كويس جدا بحيث بس ان انا اغطي كده كمية اغطي بس ايه القعدة بتاعت الخلاط. سنة بقى فلفل اسمر بسيطة جدا عشان بس ايه زفرة البيض مش اكتر، يعني عارفين اللي هي اي حاجة لا تسكر كده. وبعد كده ناخده بقى كله ونضربه مع بعض في الخلاط اهو كده، بسم الله، نضربه بقى مع بعض. وبعد كده هوريكم هنعمل ايه تاني. دلوقتي بقى خدت معايا طاسه على النار كده وهنزل بيها يعني بنقطه كده او سنه بسيطه من السمنه او الزبده، طبعا الزبده بتديها طعم حلو قوي. اهم حاجه النوع اللي تستخدميه من الماده الدهنيه، يكون النوع اللي تستخدميه من الطاسه يكون اللي هو ما بيلزقش، دي اهم حاجة في الوصفة بحلقة كلها. حطيت عندي بقى الطاسة كده على النار وفيها المادة الدهنية، هاخد بقى بس المادة الدهنية بتاعتي كده، بسم الله، ونقلبها كده. وبعد كده هنزل بقى بالوصفة، بسم الله بسم الله. بصي بقى من بيضة واحدة عملت لك قد ايه، ده كله بيضة واحدة، تخيلي بقى والله العظيم، والريحة بتاعته رهيبة بمعنى الكلمة، ريحة حلوة قوي قوي قوي. انا بقى ايه عايزه اوزعهم كده كويس، هعملها بالشكل ده. طبعا بحطها على نار هاديه عشان تستوي بقى على مهلها. اثناء التسويه هعمل ايه؟ بجيب بقى معايا شرايح اللانشون او البيف او اي حاجه انت، او بسطرمه، اي حاجه انت حابه تعملي بيها بتعملي بيها البيض بتاعك زي ما تحبي بقى. باخد بقى معايا شرايح اللانشون، بسم الله، وابدا ان انا اعملها بالشكل ده كده اهي، تديني طعم حلو جدا للوصفه. بصي بقى، ونبدا ان احنا ناخدها نعملها معانا بالشكل ده، اي شكل عشوائي مفيش منه اي مشكله.
زي ما بتعملي معاكي عادي البيض بالبسطرمه او البيض باللانشون او البيض باي حاجه انت حباها، هي هي بنفس الشكل وبنفس الطريقه، بس الفرق ان احنا ايه هنعمله شرايح كده وهنزود معانا كميه البيض نخليها يعني كبيره جدا. بوزع بقى كده البيض كله، اللانشون او البيض بتاعي كله، بسم الله وزعته عليها كده بالشكل ده. لو انت حابه تضيفي اي حاجه تاني تمام، مش حابه براحتك. انا هستنى عليها بقى كده، بصي قلبيها كده طول ما هي لسه بترج معاكي، خلاص كده هي لسه ما استوتش من تحت. لو لقيتيها بدأت تتحرك معاكي معنى كده ان هي استوت من تحت، نسيبها بقى شويه كده. عايزه تغطي عليها تمام، مش عايزه براحتك مفيش اي مشكله. عندك بقى حاجات تانية عايزة تحطيها على البيض زي ما تحبي، بس يعني الوصفة كلها عايزة اقولك ان انت من بيضة واحدة هتطلعي كمية، الكمية دي كلها من البيض بكيس شيبس واحد مش مكمل حتى، يعني انت انا اللي استخدمته حوالي بجنيه شيبسي ولا حاجة، فالكمية بجنيه شيبسي على بيضاية واحدة باتنين جنيه تقدري تعملي كمية البيض اللي تكون فيها. يعني اقولك قد ايه، يعني قد التلات بيضات دلوقتي ب6 جنيه، مش هيطلعوا لك الكميه دي اصلا. يعني قولي ب8 جنيه بيض مثلا عملناهم ب3 جنيه بس، ووفرنا ال5 جنيه دي. بتمنى بقى تعجبكم. هنسيبها بقى كده نسويها بعد ما تستوي على الناحيه اللي تحت، نقلبها على الناحيه التانية وان شاء الله بقى تعجبكم وتجربوها. دلوقتي بقى سويتها معايا وقلبتها وبقت بصوا بقى المنظر عامله ازاي، جميله جدا. بصي ورجعتها تاني على الناحيه التانيه، ما شاء الله حلوة قوي، وكمان سمكها عالي، يعني حاجة كده ايه محترمة وبسعر رخيص جدا. دلوقتي بقى اتعملت معايا، تعالوا بقى نقطعها ونشوف بقى كده الشكل. بسم الله الرحمن الرحيم، قد ايه جميلة اهو بالشكل ده كده. بصي حلوة قوي ازاي، يعني البيضة الواحدة عمرها ما كانت هتطلع لك الكمية دي كلها، فطبعا احنا طلعناها من بيضة واحدة وكيس شيبسي. ان شاء الله بقى تعجبك الوصفة وتجربيها. شايفين طبعا مطلعة كمية قد ايه، نشوف بقى كده ايه الطعم بتاعها هيكون عامل ازاي. ناخد الحتة ايه اللي هي تكون سالكة شوية، سخنة طبعا سخنة جدا، بس ايه مش مشكلة، طعمها حلو قوي، متبلة كويس جدا. حاسه اني باكل فراخ مش باكل بيض، والله العظيم بجد طعمها فعلا قالب على فراخ قوي. فلو انت بقى بتحبي البانيه اعملي الوصفه دي كانك بالظبط بتاكلي بانيه، طعمها حلو جدا. ان شاء الله بقى تجربيها وتعجبك، وما تنسينيش بقى في اللايكات. بقيت بقى يا جماعه ما حدش يقول لي رايه في الوصفه غير لما فعلا يجربها بجد، دي والله فعلا طعمها حلو قوي وجميله جدا. ما تنسينيش بقى في المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.